انا عايز بس يعني استثمر وجودك معانا سياده النائب محمود بدر. يمكن امبارح احنا على تويتر كان فيه شكوى جات لنا، يعني كنت حضرتك متمنشن فيها وانا كمان متمنشن فيها، من فتاه مصريه اسمها مارينا اعتقد مارينا. نشوف التغريده يا جماعه لو عندنا لو سمحتم. مارينا بتشتكي بتقول انه اترفضت في الاكاديميه اللي هي تقصد الاكاديميه العربيه، اهي التويته قدامنا، بعد ما اتقبلت علشان على كرسي عجل رغم ان المنحه اصلا لذوي الاحتياجات الخاصه. هوريكم هوصل لايه بالكرسي العجل الجميل ده، وهكمل في الكليه اللي ربنا اختارها. الحمد لله على كل حال هكمل وهوصل مهما حاولتوا توقعوني، هنتقابل تاني. ده اللي كتبته مارينا، واللي عمل لها ريتويت الاستاذ هشام بكر ومنشن النائب الشاب المحترم محمود بدر اللي معايا على التليفون، ومنشن العبد الفقير الى الله. مش عارف هل تواصلت معاها يا استاذ محمود؟ والله انا حاولت بالفعل. انا اولا روح مارينا في كتابه التغريده تدفع اي حد عنده ذره دم انه يتحرك. يعني شوف البساطه، وهي بتتعامل مع انها رفضت لمنحه بسبب الاعاقه، شوف بتتعامل مع هذا ازاي بهذه الروح البسيطه والمتحديه. فطبيعي جدا اول ما الاستاذ هشام منشنا على طول انا قلت يا ريت تدوني اي معلومات تخص هذا الموضوع، وانا اتواصل فورا اذا كانت في الجامعه العربيه نتواصل مع الجامعه العربيه، اذا كانت في وزاره التعليم العالي نتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار اللي اعتقد ان هو سيتفاعل مع هذا الموضوع فورا. لكن حتى الان ما وصلتنيش بيانات، يعني انا محتاج اعرف. طب يا استاذ محمود، زمايلي في الاعداد اتكلموا مع الاستاذ المتحدث باسم الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، وقال ان الكلام ده كلام مرسل مش واضح، واحنا ما نعرفش اي حاجه عنه، وعمرنا ما رفضنا حد، وعندنا طلاب بيدرسوا منح من ذوي الاحتياجات الخاصه، وان البنت ما قالتش هي مقدمه على منحه ايه، بكالوريوس ولا دكتوره. ايضا في نفس الوقت عشان بس يعني نقول اللي لينا واللي علينا، يعني ده رد المتحدث باسم الاكاديميه العربيه ان انا طلبت من مارينا وبالتواصل يا جماعه ادوني بيانات اكتر عشان اشوف هتواصل مع انهي جهه، وكنا نتواصل مع الاكاديميه العربيه، بقول لحضرتك نتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، لكن حتى الان لم تصلنا معلومات كافيه عن الموضوع. يعني احنا محتاجين اسم مارينا بالكامل، متى تقدمت الى على للمنحه، اي نوع من انواع الدراسه كانت متقدمه عليه، واحنا بنقول انا بقول لحضرتك وانا عارف ان حضرتك مش متاخر، انا مستعد بس مارينا تتواصل معانا، هنروح معاها لمعالي وزير التعليم العالي، هنروح معاها للاكاديميه، وانا متاكد ان كل الناس مش هتتاخر، بالذات زي ما بقول لحضرتك الروح الجميله اللي هي كاتبه بيها التويته اللي اعلنت فيها الرد. لا وكمان يعني ده بيتزامن يا استاذ محمود مع يعني الاهتمام، ايوه الاهتمام الكبير من الدوله من السيد الرئيس رئيس الجمهوريه شخصيا بهذا الموضوع. حضرتك مؤتمر معاهم، ايوه يوم الاسبوع اللي فات في شرم، من يومين ثلاثه في شرم الشيخ، يعني سبحان الله.